رح أعطيك الطلاق تحت شرط واحد بس، تطلع بعيوني كتير منيح وتقنعني إنك بطلت تحبني، لأنه ما رح أقبل كنت عايزة غير لما أشوفك أنت مبسوط. اقنعني سمير، اقنعني انك بطلت تحبني. اتكلي لي راسي جيهان، شو ما بعمل بحياتي من بعدك هيدا موضوع بخصني. ان شاء الله اكون بموت فيكي وما بدي اعيش معك، ما فيك تجبريني. وانت بتعرف اذا طلقنا بنكون وصلنا للنهايه، ما بدك تفكر بالموضوع؟ اللي 16 سنة عم فكر. ومع هيك ما قدرت تنكر انك بتحبني. أعطينا فرصة للسعادة. أنا تغيرت، نفسيتي صارت كتير أحسن. بدي برهن لك قد ايه بحبك. مصمم تسكر الباب على حالك وتزتني برات حياتك؟ أنا اللي وصلتك لهون، ما بلومك. فيك تبلش بمعاملة الطلاق. بونسوار. نسيتن. عطيتك اياهم سعاد؟ لا، عطيتني اياهم امك. ما استرجت سعاد تخلي الخاتم معها، طلعته لامك تحطه بالخزنه. اصلا ما كان في لزوم جيب كل هول الاغراض. بعدين ما تكون مفكر حالك عم تدفع لي حق ليله امبارحه. ولو حياتي؟ شو هالحكي هيدا؟ انه انت ما كان بدك يعني؟ لا، ما كان بدي وما انبسطت ولا شوي، فياريت بتتركني لانه عندي كتير درس. تعشيتي؟ لا، عايز بقى العشاء. ما فهمت اي بارت ما سمعته من انه عندي كتير درس. نانا، ليه عم تتصرفي معي بهالطريقه؟
كيف عم بتصرف. عندي درس. مش عم بحكي عن هلا بس. عم بحكي عن كل فترة تزوجنا. انت عم تنتقمي مني او عم تنتقمي من حالك او عم تنتقمي من نبيل فيي. انت كيف بتجيب سيرة نبيل على لسانك؟ ممنوع تجيب سيرته بهالبيت. ممنوع تجيب سيرته بالمرة. انت بأي حق بتجيب سيرته؟ بيبي بيبي انا بحبك اكثر ما بتتصوري. بليز بليز خلي كل شيء ورا ظهرك وتطلعي لقدام. انا لاني بيك ولا نبيل. انا ما بدي خونك ولا طمعان فيكي ولا بدي اذيكي. انا بس بدي احبك. خليني احبك. أنا معصبة وتعبانة. أنا أنت خبيت علي إنه أختي ساخنة. يمكن لو قلت لي كنت بقدر ودعها بس ما قدرت ودعها. هيدا كان قرارها. أحمد أنا ما عم بنتقم منك. أنا بس مضغوطة نفسياً وتعبانة من ورا كتير قصص. شغلي وجماعتي ودرس كتير وإنت وزواجنا السريع وإختي كل شيء. طيب حكيني قوليلي بشو عم بتفكري. قوليلي أنك مضغوطة. أنت بتعرفي أنه فيك تقوليلي كل شيء بيخطر على راسك وأنا بتفهم. شو الواحد بده يقول؟ خسارتك كتير كبيرة ما في شي بعوضها إلا إنه تحولي موت ابنك لهدف إنساني نبيل. ابنك كان شاب صحته كتير منيحة قادر يساعد كتير ناس. يا تا يعيشوا يا تا يغيروا حياتهم للأفضل ويصير عندهم مستقبل. قلبه كلوية عينيه كبده. يا تعتيري شو بقالي بقبره إذا بدي زوره؟ الجسد فين مدام سلمان؟ كلنا راجعين على التراب. بس أنت ابنك رح يضل عايش بجسم كتير ناس. ما بترتاحي تعرفي إنه قلبه بعده عم ينبض وعينيه عم بيشوفوا وكلاويه عم بيتنفسوا وبذات الوقت عم بيضخوا الحياة بجسم ناس كان أملهم بالحياة كتير ضعيف. في ست صبية عندها ولدين مهددة بأي لحظة إنه يوقفوا كلويه وكلوة ابنك بتناسب جسمه فحياتها متوقفة على كلمة منك. في بنت صبية عمرها 18 سنة عيونها ما شافوا النور. عيون ابنك رح يخلوها تشوف النور وتشوف كل الألوان وأهم شيء رح تعيش حياة طبيعية ينفتح قدامها باب المستقبل. شو بيعرفني؟ هيدا الشيء قانوني؟ أكيد مدام قانوني. طيب مش ضد الدين؟ فيك تسألي أي رجل دين بيقلك إنه رح يكون عندك أجر كتير كبير عند ربنا وابنك كمان. ما بعرف والله العظيم ما بعرف. شو أقولك يا أختي؟ إذا فينا نساعد ناس حياتهم بخطر ليش لا؟ هيك جسمه رايح جعان. يا ولدي يا ولدي أنا يا ولدي تخيلكم 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 يا ولدي. صدقيني رح تحسي براحة نفسية كتير كبيرة بس تعرفي إنه ابنك ما مات رخيص. أنا خسرت بنتي من شهر مستعدة أدفع حياتي تعرف إنه في شي من قطرة بعده عايش وعم ينبض بالحياة. الله يرحمها. بس ليش ما قدمتي لأعضاء للزرع؟ لأنه السرطان تفشى بكل جسمه
ما ترك لا ولا عضو سليم. الله يصبرك ويصبرني يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. عادل احكي ناي، لازم الليلة تفوت على المستشفى لنحضرها لبكرة. طيب اوكي هلا بحكيها. ايه طبعا طبعا ماشي. باي باي باي. خير حبيبي؟ بك شي؟ لا حبيبتي ابدا، بس بدي اقول لك حضري حالك، اليوم لازم تفوتي على المستشفى. ليلي؟ مصور حماتي؟ شو؟ يلا نص ساعة بكون عندك. اوكي. بيبي بدك شيء؟ ايه ظاهر؟ ايه وافقوا اهل المريض يقدموا اعضاء ابنه للزرع. طب ناي؟ ايه يعني بكره في ثلاث عمليات، واحدة بالمستشفى عندكم واثنين بغير مستشفى. اوكي، رح قوم البس لانه بدي اكون معك بالعملية. لا انت بتضلك هون لانه عندك اكزام بكره بالجامعة. بعدين العملية مش الليلة، بكره. ايه ما عم بفهم، ليش ظاهر من هلا لكان؟ لانه اكيد ناي بتكون خيفانة، وجودي حدا بيطمنها. بس عمو عادل رح يكون معه وماما وطنط امل. ليه ما بتفوت انت بتنام لتكون بكره مرتاح بالعمليه؟ بيبي انا معود اعمل عمليات انا ومش نايم. بعدين ما تعتلي همي، بنمشي ساعتين بالمكتب. Don't worry about me. Good night. Sleep tight. يلا ان شاء الله على سلامة. ميرسي. كيفك مدام؟ اهلا مدام غادة. شو سيرين؟ مبسوطة ولا خايفة؟ ولا اثنين؟ مبسوطة كثير، مش مصدقة. نطرت كثير لدرجة اني فقدت الامل لحد ما وصلني تلفونك من شهر. ومن وقتها هي ضبة الشنطة وناطرة. شو أول شي حابة تعمليه إذا نجحت العملية؟ عبالي روح شوف البحر، قادرة أتخيل كل شيء إلا كل هالكمية من المي كيف بيكون شكلها. تسمحي لي يكون معك أول مرة بتشوف البحر؟ أكيد، هلا وسهلا. طيب جاهزة للصحافة؟ جايني يعملوا معك انترفيو قبل العملية، وراح يرافقوكي لكن تشلت البانداج عن عيونك. أكيد، أنا بتمنى ساهم بتوعية الناس على أهمية وهب الأعضاء، بس إن شاء الله تنجح العملية تما خيبلكن أملكن، وصفي بدل ما شجع الناس خوفن. إن شاء الله مثل ما الله بريد. أنت مؤمنة ما هيك؟ يا رب يا رب. زي حياتي إن شاء الله يا رب. رح يقعوا بكرة الأولاد وما يلاقوني، رح يخافوا. لا تعتلي هم حبيبتي، أنا بكرة الصبح بخبرهم وبطمنهم. بكرة بروح بأخذهم من المدرسة وبجيبهم لهون على طول. إن شاء الله أنت بتكوني خلصتي وأنت بالسلامة. مزبوط أحمد؟
مظبوط. قد ايه بتاخد وقت العملية؟ إذا كنت عاقلة وما عذبتينا شي 6 ساعات. وإذا عذبتكم؟ ما رح تعذبينا. بسم الله عليكي، صحتك بومبا، النبض كتير منيح، قلبك وضغطك روعة، والكلوة كتير مناسبة، أكتر من 100% على جسمك. وإذا جسمي رفضها شو بصير؟ طيب اعتبري رح يرفضها. ما أول شي بدهم يتعرفوا على بعض، يعيشرها تعيشروا، يتفاهموا شوي، بيتعشوا، بتعرفي أنت، يعني بالآخر يا بيبقوا يا بينفصلوا. وإذا انفصلوا؟ ناي، صرنا عايدين الحديث أكتر من 1,000,000 مرة، من 3 سنين لليوم. نرجع على قواعدنا سالمين، على الغسيل. وقدي نسبة نجاح العملية؟ كله حاضر تتنجح 100%، والشغل الباقي على الله. يلا شوفك تحت. هذا ما نزل. كل شيء صار جاهز، غرف العمليات والحكمة والممرضين، وسيرين كتير محمسة تعمل العملية، مانا خايفة أبدا. كان لازم تزوريها بركي تاخدي منها شوية شجاعة. إيه، لأنه هي ما عندها شي تخسره إلا نظرها اللي أصلا فقدته. وإنت كمان ما عندك شي تخسري، ماكسيموم ترجعي للغسيل. وين أمل مختفية؟ يا حياتها حتى هلا بتجي، معجوقة عم بتساعدهم شوي. يا حرام يا باب، هيدي العملية بالذات كانت بالنسبة له رح تكون أهم عملية بحياته، لو ما وضعه الصحي. بس طلعت من نصيب الدكتور أكرم. على كل حال أعطيت خبر للإعلام لحتى يجوا يغطوا العمليات، هيك الناس بتتشجع على موضوع وهب الأعضاء. وكمان رح يتعرفوا على سيرين وبشير قبل العملية ويشوفوا شو المشاكل اللي كانوا عم بيعانوا منها، وكمان رح يتابعوهم خلال العملية وبعد العملية إذا نجحت إن شاء الله. اوعى تكون مفكرة تطلعينا على الإعلام، أنا أعصابي مش حملتني. ولو ما بهمك تساهمي بالحملة اللي عم نعملها؟ بلا، بس إذا مرقت العملية على خير هلا بعتذر. كنت ناطرة منك هالردة الفعل يا جبانة. على كل حال أنا اشتغلت على المريض اللي رح ياخد الكلوة التانية بغير مستشفى، هو اللي رح يطلع على الإعلام. كل هيدا لحقتي تعمليه بساعتين؟ ما كنت عم نسق كل شيء مع مدير بنك الأعضاء من وقت ما فات الشاب بالكوما. وحضرنا كل المرضى اللي فقد دمهم من فقد دمهم مثل ما حضرنا ناي. طيب هلا برجع بجي انا. اوكي نزلك شوي تاخذ احسن. أمل أنا كتير خايفة. لا حبيبتي ما تخافي، ما في شي، وأنا رح كون معك بالعملية. طيب أنا رح أنزل حضر حالي. أوكي بدي أشوف غادة. غادة مش هون هلأ، بس توعي من العملية بتشوفيها. ما رح أنزل قبل ما أشوف غادة. غادة منا قادرة توعى، بارع عطاها دكتور أحمد حبة منوم كتير قوي لأنها كانت كتير تعبانة. بدي أشوفها. طب قولي لي شو في. ها اجت غادة، كيف صرتي؟ أحسن. شو جاهزة؟ أمل فيك تتركيني لحالي أنا وغادة بليز. أوكي. بعرف شو بدك تقولي، إذا متت تنتمي على عادل والولاد. سمحيني. لا هيدا ما اجت على راسي، ليش تقلك يعني؟ كل عمرك جبيرة وقوية، جربت تكون قوية قدك وتنازل عن اللي تنزلتي عنه، بس ما قدرت. كنت أنانية وأضعف من إني ضحي. ما فهمت شو قصدك. بلا عم تفهمي،
بس مفكرتيني مش عارفة. أنا خليتكم تفكروا إنه مش عارفة، تصعب عليكم. لعبت دور البريئة، أحمي حالي. سامحيني، ما قدرت كون قوية قدك. ناي عم بتسبقي، عادة المريض بهلوس بعد البنج. إلي 17 سنة عايشة أنا وياه، وأنت معنا. كنت معنا بالصحن، بالتخت، فنجان القهوة، وحتى بولادنا. سامحيني، ما قدرت كون قوية قدك. ما تخافي، مش عم بتهمك بالخيانة. بعرف لو بدك كنت بإشارة من إصبعك كنت أخدتي، بس تركتي لي إياه، أو بالأحرى تركتي لي جزء صغير منه، لأنه جزءه الكبير كان معك. وأنا بكل وطأة كنت مكتفية بهيدا الجزء، لأني أضعف من إنه يصيح من دربكم. بس صدقيني، مش عن خبسنة، عن ضعف، لأنه أنا كمان بحبه. كنت عارفة إنكم تعيسين، بس كنت أنا حالي أقول القدر بده هيك. ومين أنا تقاوم القدر؟ قدر كنت عيشوا محرومين من بعضكم، بس يمكن هلا القدر عم بيلعب دوره. إذا أنا مت بالعملية. نايس كتي، سمحت لك تحكي زيادة عن اللزوم. بكون عدل إذا مت هلا. حرمتكم من بعض 17 سنة. ما تقولي شي، لأنه ما فيك تكذبيني، ما فيك تقولي لي الحقيقة. كل شي بطلبه منك بس إنه تسامحيني. سامحيني غادة. ناي عم تحطيني بموقف كتير صعب. بلي سامحيني. انت شو بعد بدك مني؟ صباح الخير يا مدام يزبك، ولا اقول لك احسن يا مدام نصر. حل عني. وحشه قوي الطريقه اللي انت بتكلميني بيها دي، مش حلوه خالص، خصوصا بقى بعد ما اتجوزتي البروف احمد واثبتي لي ان انا شكوكي كلها كانت في محلها. قلت لك حل عني وما تخليني اشوف صورة وجهك. بس 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 ما تزعليش نفسك قوي كده. اوكي يا ستي همشي، بس اصل انا كنت عايزك في موضوع ضروري جدا. ما بيهمني اعرف، بس انا حاسس كده ان انت هتندمي لو ما عرفتيش. قلت لك زيح من طريقي احسن ما اطلب لك السكيورتي. اوكي براحتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو بك؟ ليه زعلانة؟ بعرف انه عادل ما بحبني، بس توصل معه انه يتركني تحت العمليه بيروح على اجتماع.
هذا الشيء كتير بيجرح. حبيبتي فكري بغير طريقة. أنت بتعرفي قديش اشتغل تيقر القانون قبل الانتخابات، ولو ما راح كانت صارت الانتخابات على القانون القديم، يعني كارثة على القضاء وعلى الاقتصاد وعلى الوضع الاجتماعي. بس أنا كان معقول موت تحت العملية. خلص ناي ما تحكي هيك، بعيد الشر. بعد أنا شو هو راح على حفلة؟ أنت بتعرفي إنه هو مسؤول بالدولة وعم يشتغل لمصلحة الشعب والبلد. أوقات مسؤوليته بتجبر إنه يفضل المصلحة العامة على الأمور الشخصية. بعدين نظرته هون 6 ساعات لتخلص العملية ما راح تفيدك بشي، بينما إذا نزل على اجتماع الحكومة راح يفيد شعب بكامله. فكري بطريقة موضوعية بتلاقي إنه تصرف صح. إن شاء الله يكونوا على القليلة ويفقوا يغيروا القانون. قالوا على الأخبار إنه مضيوا. الحمد لله على سلامتك أنت. طب هلأ شو حاسة؟ غريب إنه مش حاسة بشي. كنت خايفة إنه نفسياً جسمي ما يتقبل عضو غريب فيه. حبيبتي المينيموم تنجح العملية، محسوبتي كانت موجودة، اشتغلتها من كل 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 قلبي. ندمانة كتير إني ما كملت طب. مش دعاني ما أكون جراحة هلأ. قلت العمليات ملعبة. يلا ماشي الحال. المهم هلأ نجحت العملية 100%، فيك تعتبري حالك خلقتي من جديد، رح تعيشي حياة أحلى بكتير من آخر 4 سنين. من جد؟ ايه ولو عم قلك أكتر من 100%. الحمد لله كتر خير الله. وبروفيسور أحمد يا حبيبي، عبروفيسور أحمد بدع. بدك تقولي كانت هالعملية أهم عملية بحياته، كان حاطط كل أمله فيها، عن جد اشتغل من كل قلبه بكل حماس، كان كتير جد جوا، قديه هو بيمزح برا جوا ممنوع كان الغلط. أمل بدي أشوف غادة. طيب هلا أنا بعيط لها. عايز إشي تاني؟ ميرسي. أوكي حبيبتي هلا برجع بشوفك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حاسة؟ الحمد لله. غادة بدي اياكي تسمعيني شوي. أنا نايم مش وقته هلا. المهم هلا انت ترتاحي وتقومي بالسلامة. بيقولوا الحق على البليان. والله زبط المثل هالمره. وبس خبرته عن المثل كيف اطلع فيك مرعوب وقال لك بركه؟ افتكر انه الطليان حلين مشكله الشرق الاوسط. اقولك من وين جاي هذا المثل؟ شو بعرفني انا بالكاد نص دكتور وانجا ما بفهم الا بالطب. ما بدك تاخد شاور؟ أو بتعرف شو؟ تعال ناخده سوا. انت بدك تضلي محملتيني خطايا الناس وتتهربي مني. عم بتهرب منها؟ اني مش عم شوفك يوميه؟ صحيح عم تشوفيني مع 20 شخص عم تتحاشي نكون لوحدنا. ليش؟
شو رح يتغير لما بنكون لوحدنا؟ ما بضطر اتعامل معك مثلك مثل غيرك. كأنه روحي مش معلقة فيكي. تناسبيني. رح سافر معك على باريس، فرح نكون كتير لوحدنا. ما بدي اياكي تروحي، أنا ما بقدر بتحمل برودتك هي. ما فيي بتحمل. تفضلي إني ما أشوفك. فإذا ما تشوفني، نحن أصلاً لازم نبعد عن بعضنا لأنه عن جد تعبنا. الإنسان ما بيقدر يضل عم بيمثل كل حياته، خصوصي إذا اكتشف إنه ممثل فاشل وإنه في كتير ناس عم يفضحوا. مثل مين؟ عم أقول إذا وجودنا مع بعض دايماً ممكن يفضحنا، لأنه ما فينا نضل عم نخبي على طول. أصلاً أنا بيتحدك لحتى أكون جنبك، واقف معك بكل محنة كل مرقتي فيها. ولولا هيك كنت بعدت من زمان. للأسف أنا كنت مفكر إنك بحاجة إلي أكثر من هيك، أو إني بعني لك أكثر. الظاهر إنه عدم وجودي بيريحك. صحيح. شو بخاف ما لاقي حدا يسأل عني بعدك، قلبي موت وانتهى، بعيش فاجر حب بعدك. سوري أحلام، ما بعرف شو بني، نفسيتي شوي تعبانة، أو يمكن موت أختي مأثر علي شوي. وصلنا زمان ما كنا سوا. بسيطة بسيطة حبيبي، بتصير بهيك ظروف. ليك شو رأيك نطلب دسير؟ ولك بيوصلوا بهالترم؟ نجرب. يا بدي احكي مع غادة على رواق، ما عم تعطيني فرصة. كل مرة بتطلع لي بعذر. ليه؟ بدك تسترد الوصاية على الولاد؟ أي وصاية؟ مش أنت وصيتيها بالولاد؟ كرمال هيك أنت بدك تقعدي أنت وياها لوحدكم؟ مشان هيك مكشرة علي من أول ما طلعت من العملية. أنا مزبوط قطعت بمرحلة كتير صعبة، وكنت محبطة وضايعة، بس أنا إنسانة مسؤولة وحنونة، في رابط دم بيناتنا، وبعتبر ولادك مثل ولادي. كان لازم توصيني إلي فيهم. ما عندي شك ولا 1% بالموضوع. ما بلاقي حدا أحسن منك لحتى يهتم بولادي. مشان هيك طلبت ورقة غادة عن انفراد. القصة ما إلها علاقة بالولاد، وغادة مع كل مشاكلها ومشاغلها ما رح تقدر تأمن لهم لازم للولاد. القصة ما إلها علاقة بالولاد. ما رح أسألك شو الموضوع لأن بعرف ما رح تخبريني. على كل حال قولي لي مبروك، رح اتجوز. مجنونة يا اختي؟ مجنونة بس رح اتجوز. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. ليه امبارح ما جيت صرت معنا؟ معلش كان عندي مذاكرة وكده كده، عارف اني اشوف حضرتك النهارده. كيف صرت؟ الحمد لله احسن. اظن انه اقدر ارجع الشغل. ارتاح بعد شهر. مدام بجد انا بقيت احسن. موضوع ان انا اقبض مرتبي وانا قاعد في البيت ده مضايقني، فيستحسن انزل الشغل دلوقتي. مش عيب عليك تحكي هالحكي معي؟ انت مكفي وموفي، وانا لو شو ما عملت ما بقدر اوفيك حقك. بكفي انه كان بالي مطمن على جود بالفتره الصعبه اللي مرقت فيها، هيدا هم بالناقص انت شلته عني. ده واجبي وبعمله بمقابل، فما تربحيش نفسك الجميله يعني. عرف شي بالتحقيق؟ لا. يا عمي كيف هيك؟ إذا مش سرقة يعني حدا قاصدك. هما آخر حاجة وصلوا لها إن هي سرقة وشافوا حد وخافوا فما كملوش الموضوع.
اوكي، اذا مصر ترجع على الشغل راح اعفيك من مهمتك الجديده وردك على مهمتك القديمه، بس هالمره بدي اغير طريقه التعاطي مع جود شوي. ما بدي اضغط عليها اكثر ما هي مضغوطه، كثير متاثره بموت اختها وخايفه ومتوتره. عم فكر اشتري لها سياره هيك بركي بتنبسط وبتلتهي شوي. اصلا هي كثير تغيرت من بعد اللي صار معك ومن بعد ما ماتت اختها، صارت اعقل وانضج واروق ودرست كثير منيح، جابت 2 A بلس و3 B، وبدها تفوت تاخذ سمر كورس لحتى تعوض الكريدتس اللي عملت لهم دروب بفتره مرض ساره. شو رايك؟ مش عارف بصراحه، يعني اللي شايفاه حضرتك صح. مش شايف انها تغيرت؟ للاسف انا وهي بقالنا شهر تقريبا ما شفناش بعض. ما عادت راحت شقت عليك؟ ما اعرفش، هي مشغوله في مذاكرتها وانا كمان بذاكر فما صدفتش تقابلنا. يعني كان المفروض انت تطلع عليها من وقت للتاني لانه كان بحاجه لوجودك. عندك حق، انا مقصر معلش. طلع طلع عليها هلا بتنبسط فيك. وقت تاني، من دلوقتي مش وقت مناسب اظن. جود انت بالبيت؟ وسام عندي هون وطالع يزورك، عزيمي على الغدا. يلا ناطرتك. طب انا هطلع اسلم عليها بس بلاش موضوع الغدا ده، ما اظنش هلحق. رح ارجع ردك على الشغل معي مثل العاده، معاملات حكوميه ومعاملات بنوكي وشويه حسابات بالمستشفى. ما رح الهيك كثير عن درسك، بعرف هذا اخر سمستر وبتكون انجأ عم بتلحق. شو مفكر تعمل بعد التخرج؟ لازم اشتغل سنتين عشان اخلص الام بي اي. بديك تستلم الاداره الماليه باسم الكارديولوجي لحد ما تستلمها بالمستقبل بكل فروع المستشفى. والله على حسب الاوفر. لا، الاوفر رح يكون مغري، بدي اربحك ضمن فريق المستشفى. نديم راجع بالصيف يستلم هيدا القسم، وبدي حدا حده يكون اهل للثقه، لانه هو مجبور يضل بين هون وامريكا تيكمل اختصاصه. والله لو كده يبقى الاوفر مغري فعلا. اوكي. حياتي شو بك؟ شو حاسس؟ ما بعرف حياتك، هيك كنت بقلت العمليات ضغطي شوي وكنت رح وقع بالارض. قالوا لي انه صار معي نقص بالاكسجين فوديت وراكي. وديت وراكي لانك اكسجين وحياتي والدم الذي يجري في شراييني. اذا توقف الدم ادخلي في كوما. اعطيني موسي. لك حل عندي. اعطيني موسي. لك حل عندي، عندي مريض. مش عم بقدر. ولا أنا عم بقدر. كفي معك. بتعرف شو؟ أنا من بكرة الصبح رح أنزل على بيروت. مش قادرة كفي بقى خلص.
وحدي.